بوتينا من فرنسا. الشيف بوتينا، صباح الخير بوتينا، صباح النور حبيبتي، لاباس كيفاش عليك؟ حالك؟ كلشي مزيان؟ صافي الحمد لله. عرفتي كنتخيل الكوزينه ديالك كي غتكون داكشي، ياك عرفتي الجرام واللي 3 سنتيمتر تبارك الله عليك، وما شاء الله كنتخيل الطابله ديالك كي غادي تكون. متعاليه العائله، اسمي يمكن تبارك الله عليك. طبعا لمن لا يعرف بوتينا، هي مؤخرا ولات تتصل بنا، مرحبا بها، ولات مستمعه وفيه، وكتعطينا مجموعه من الوصفات اللي جميله جدا ومعبوره وداك الشيء بالدقه. كنتمنى انكم تجربوها، ولا جربتوها تردوا لنا الاخبار. بوتينا كتتصل بنا دائما من فرنسا. تحيه لكل الناس ديال الجاليه المغربيه، مرحبا بك يطول بوتينا. عمرك اختي امينه. تفضلي، اش غتعطينا اليوم؟ عندي واحد ميني تشيز كيك بالقرعه حمراء والشكلاط. ميني تشيز كيك باش بالقرعه الحمراء والشكلاط. بالقرعه الحمراء والشكلاط، الجميل كتدخلي بعدا الخضره، راه مهمه هذه القضيه هذه. ايوا بيان سيغ. بوتينا من فرنسا، تفضلي. بالنسبه للمقادير اللي غنعطي، غيخرجوا 4 ديال اللي ساكل من الحجم ديال 10 سنتيمتر. هاد الصغير يكون غير فرديين. غنحتاجو في البسكوي 200 غرام ديال البسكوي، اي نوع تحب تزيدو. غرام بسكوي. 70 غرام زبده دايبه. 70 غرام زبده دايبه. بالنسبه لاباغي غنحتاجو فيها 220 غرام ديال لابيغي ديال القرعه حمراء تكون مبخره. 220 غرام قرعه حمراء مبخره. 150 غرام ديال الشوكولا اسود. 150 غرام شوكولات اسود. 100 غرام جبن، اي كريم تشيز، ما غاديش نقدر نعطي الاسماء. بيضه. بيضه. 60 غرام سكر كلاصي. 60 غرام سكر كلاصي. 40 غرام بودرة حليب. 40 غرام بودرة الحليب. وخلاص بالتزيين غنحتاجو 50 غرام ديال الشوكولا. والتزيين 50 غرام ديال الشوكولات. غنمرو الطريقة، غادي نطحنو البسكوي حتى يولي بحال الشاطيغ. نطحن البسكوي. ونخلطو مع الزبدة مذوبة، ونبسطو في لي ساكل، ونقادو بشي بحال ديال المعلقة. نخلطو مع الزبدة. ونبسطو في لي ساكل، نقادو بهاد ديال المعلقة في الإطارات الفارغة الفردية. نقطعو الشوكولا صغير، الشوكولا ديالنا قطعة صغيرة بالموس، وندوبو سوا في الميكرو سوا في الباماغي. قطعة صغيرة وندوبوه. إيه، نقلت الصلاديه، ونخلطو في الكريم تشيز والسكر ولابيغ القرعة الحمراء بودرة الحليب والبيضة حتى يولي الخليط ديالنا أملس ومنتج يعني. إينا أش غنخلط فيه؟ نخلط فيه القرعة. وي، مع بودرة الحليب. وبودرة الحليب. والجبن. والجبن. والبيضة. وبيضة. مواد كاملة. والشوكولات مازال؟ وي وي، الشوكولات مقطورة، قلنا غادي نفخو نديرو الشوكولات دايب، حتى هو غادي نزيدو ياك؟ وغادي نخلطو كل المواد كاملة ديال لاباغاي، وغادي نصبوها فوق هداك الساركل. إييه. وندخلوه الفرن يكون سخيخين ديجا ل 140 درجة، تقريبا ما بين 25 حتى 30 دقيقة. سخون مسبقا 25 إلى 30. ملي يطيب نتسناو حتى يبرد تماما، عاد نديمولوه. وتنديكوريو بهذيك 50 غرام ديال الشوكولا مذوب، تنذوبوها وتنديرو خطوط عشوائية فوق منها. ونزوق بالشوكولات. عندي مازال واحد الكونيز، وخليط ما بين كوكيز وبراوني. شوية، إيه. غادي نبداو بالكراميل مالح. شنو سميتو؟ هذا كونيز يعني. كونيز.